يوم الجمعة 5 يناير سنة 1996 والساعة 9 الصبح اتصل يحيى بوالده عن طريق التليفون الأرضي في شقة صديقه من أيام الدراسة أسامة واللي كان مقيم عنده علشان يفرحه أنه زوجته أنجبت ولد وبقاله حفيد جديد. وفي وسط المكالمة بين يحيى ووالده حصل تشويش غريب ومعرفوش يكملوا كلامهم، فاتصل والده على تليفون صديقه أسامة المحمول ولسه يحيى بيقوله دير بالك على حالك يا بوي، وانفجر التليفون واستشهد البطل يحيى عياش المطلوب رقم واحد في الكيان الصهيوني، وكان السبب في اغتياله كمال حماد. سنة 1966 وفي قرية رفات الفلسطينية في الضفة الغربية اتولد البطل الفلسطيني يحيى عياش، واللي نشأ في عيلة متدينة ووطنية ومعروفة بمقاومتها للاحتلال، اللي شاركوا في الثورات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني على فلسطين. والده عبد اللطيف كان بيشتغل مزارع وكان ليه أخين مرعي ويونس. يحيى كان معروف عنه من طفولته إنه هادي وخجول، وتربى وشاف وكبر على اللي بيعملوه الصهاينة في أهله وناسه، وكان حافظ القرآن الكريم وذكي في كل مراحل تعليمه. وبعد ما حصل على شهادة الثانوية العامة بدرجة كبيرة سافر لمدينة رملة والتحق بقسم الهندسة الكهربائية في جامعة بير زيت، لأنه كان مهتم بالتخصص ده تحديدا، بالإضافة كمان لحبه لدراسة الكيمياء. وبعد ما اتخرج من الجامعة حاول ياخد تصريح من سلطات دولة الاحتلال الصهيوني للسفر للأردن لاستكمال دراساته العليا، لكن سلطات الاحتلال رفضوا طلبه. وفي هنا لقطة أحب أقولها لكم، بعد ما هتحصل الأحداث اللي جاية بعد كده قال رئيس المخابرات الصهيوني وقتها، لو كنا نعرف إن عياش هيعمل فينا اللي عمله ده كنا اديناله التصريح وفوقه كمان مليون دولار. المهم، وبرغم انشغال يحيى بالدراسة وحبه ليها، لكن ما انشغلش عن التفكير بقضية شعبه واللي بيعملوه الصهاينة في أرضهم. وفي تاني سنة دراسية ليه في الجامعة انضم للكتلة الإسلامية الزراعة الطلابي لحركة حماس، بعدها انضم للجناح العسكري للحركة وتعرف يحيى بلقب المهندس. وفي سنة 1991 اتجوز من بنت خالته وأنجب طفل وطفلة. بدايات عياش مع الحركة بدأت من أيام الانتفاضة الأولى، تحديدا من سنة 1990 لسنة 1991، ومن بعدها عمليات المقاومة الفلسطينية واللي كان بيتم فيها استخدام المتفجرات. لكن المشكلة اللي كانت بتواجه المقاومة قلتها واللي حلها المهندس عياش، احنا قلنا انه درس الهندسة الكهربائية وكان مهتم بدراسة الكيمياء، فقدر وعن طريق دراسته وحبه للكيمياء انه يصنع العبوات دي باستخدام مواد كانت متوفرة وبتتباع بطرق عادية جدا في الصيدليات. ونجحت العبوات في اول عملية نفذها الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة رامات غان في تل ابيب، ودي واحدة من المدن المركزية الصهيونية في تل أبيب، وراح في العملية دي 6 صهاينة غير إصابة 33. وعرفوا الصهاينة إن يحيى عياش المهندس هو اللي قام بتصنيع العبوات، وتأكد خبراء المتفجرات الصهاينة إنه صاحب عبقرية فذة، ومن يومها وبدأوا في مطاردته. ورغم علم عياش بأنه أصبح مطلوب القبض عليه من جهاز الشباك الصهيوني، الأمن العام الداخلي ما تراجعش عن عملياته وإيمانه بحق شعبه في أرضهم، وبدأت من بعدها عمليات تفجير لعدد من حافلات الصهاينة. كان غرض عياش من استهدافه للحافلات دي تحديدا استهداف أكبر عدد من الصهاينة، وفعلا ده اللي حصل. ومع كل عملية يتجننوا الصهاينة أكتر وأكتر بعد ما يعرفوا إن اللي وراها يحيى عياش واللي أصبح المطلوب رقم واحد في دولة الاحتلال. وبدأوا في حملات تفتيشية مستمرة لمنازل قرايبه وأصدقائه يدوروا عليه،
ده اللي خلى عياش يسيب بسببها الضفة الغربية ويروح لغزة لأنها مليانة بالسكان، وهناك هيبقى صعب على الصهاينة مراقبته. عياش كان عنده قدرة غريبة وعجيبة في التخفي والهروب، ده اللي عبر عنه الجنرال الصهيوني جدعون عزرة نائب رئيس الشباك السابق في مقابلة صحفية مع جريدة معاريف الصهيونية، قال فيها إن نجاح عياش في الهروب حولته لحالة من الخوف سيطرت على كل أجهزة الأمن الصهيونية كلها، واللي بقت ملاحقتهم ليه كأنها تحدي شخصي بينهم وبينه، وقال إنه كان مقدر قدرته وكفاءته. عياش كان اتعرف خلال دراسته في الجامعة بأسامة حماد زميله في الدراسة واللي كان عضو في حركة حماس، وعاش مع عياش خلال الدراسة في شقته في قرية قريبة من الجامعة، وبقى بينهم صداقة قوية، وكانت أسرته ساكنة في بيت من دورين على بعد 100 متر من المفوضية العامة للشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لهيا في قطاع غزة. وبعد ما تخرج أسامة من الجامعة سنة 1995 ورجع وعاش مع أهله، اتصل بيه عياش وطلب منه أنه يساعده في اتصالاته مع أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية، لأن التليفون اللي كان بيتكلم فيه ويتواصل فيه معاهم كشفوه الصهاينة. وبعد فترة سكن عياش مع أسامة في بيت عيلته في بيت لهيا. الصهاينة أو جهاز الشباك تحديداً ما كانش عارف بمعلومة إن عياش عايش عند أسامة في بيته، بس كان عارف بصداقة عياش مع أسامة، وبدأوا الصهاينة في عمل تحرياتهم عن أسامة، وعرفوا إنه عضو في حركة حماس، يعني سكته من الآخر مقفولة. طب هيوصلون إزاي؟ وهنا وقع اختيارهم على خاله كمال حماد، واللي كان عارف بوجود عياش في بيت أخته. كمال حماد، وده على فكرة اسمه مستعار ومش معروف اسمه الحقيقي، كان مقاول فلسطيني في فلسطين المحتلة بيقوم ببناء المساكن الخاصة بالمهاجرين الصهاينة لغزة، وطبعا كان بيتقابل مع الصهاينة كتير. وفي يوم كان قاعد مع اتنين منهم عارف انهم من الشباك، كان واحد منهم اسمه أبو نبيل، وكانوا بيتكلموا كلام عادي، وتحول بعدها الكلام عن يحيى عياش، فقال لهم حماد انه صديق ابن اخته أسامة، فطلبوا منه انه يتقرب من ابن اخته ويحاول يشغله معاه، وخصوصا وحسب اللي اتقال ان أسامة وبعد تخرجه من الجامعة ما كانش اشتغل، وفعلا طلب منه حماد انه يشتغل معاه ووافق أسامة. هنا ممكن تسألوا ليه حماد قبل تنفيذ الطلب اللي طلبوه منه ضباط الشباك؟ الإجابة ببساطة إن حماد كان بيتعامل مع سلطات الاحتلال من سنة 1970 وكشف لهم عن عدد من الفدائيين الفلسطينيين حسب ما قالت بعض المصادر، فهو وزي ما قلنا كان بيقوم بمشاريع بنا في فلسطين المحتلة بعد ما سلمته سلطات الاحتلال أراضي حكومية وأملاك ما كانش أصحابها موجودين، يعني بالعربي كده ما كانش عاوز يخسر شغله معاهم، ده رأيي أنا. ونرجع لطلب الشباك اللي طلبوه من حماد واللي بدأ يتقرب أكتر وأكتر من ابن أخته أسامة، ووضع الشباك الخطة لتصفية عياش، واللي هتتم عن طريق تليفون محمول جواه مواد متفجرة ولازم يستخدمه عياش. فسلموا حماد تليفون محمول وطلبوا منه انه يديه لابن اخته على سبيل انه هدية، وقابل أسامة الهدية وخده. وكأسلوب للتمويه طلب الشباك من حماد انه ياخد التليفون مرة تانية من أسامة ويقول له انه هيرجعه له بعد يومين، وتكررت الحركة دي حوالي 4-5 مرات، وكل ده علشان يتعود أسامة على ان خاله بياخد التليفون ويرجعه له تاني وما يشكش في حاجة. عياش واللي كان مقيم عند أسامة كان احيانا بيستخدم التليفون ده في اجراء مكالماته لما يكون الخط الارضي عطلان، وكان دايما يقول لأسامة انه بيقلق من التليفونات المحمولة دي وهو بيتصل بيها، لان ممكن الصهاينة يتنصتوا عليها ويكشفوا مكانه. وحسب ما قال أسامة بعد كده
إن عياش كان قبل ما يتصل بالتليفون المحمول كان بيفحصه كويس. المهم قدر الشباك إنه يتتبع مكالمة من مكالمات عياش لوالده، وهم كانوا عارفين صوت عياش كويس قوي، فطلبوا من حماد إنه ياخد المحمول من ابن أخته زي كل مرة. وبعد ما خده سلمه للشباك، واللي وعن طريق الخبراء والفنيين الصهاينة قاموا بتركيب بطارية فيه كانت في نص حجم بطاريته الأصلية واللي صنعها القسم الفني في الموساد، وزرعوا متفجرات في النص التاني من مكان البطارية الأصلية. وادوا التليفون بعدها لحماد علشان يرجعوا لأسامة زي كل مرة يعني. وبدأت طائرة أباتشي الصهيونية تطير فوق غزة، وكان جواها جهاز التحكم عن بعد لتفجير المادة اللي وضعوها في التليفون المحمول، وكانوا مستنيين عياش يكلم والده فيه علشان يضغطوا على زر التفجير. وفعلا كلم عياش والده وعرفوا صوته وضغطوا على الزر، لكن ما حصلش حاجة ونجي عياش. فعرفوا ان اكيد حصل عطل ما في التليفون، وكالعادة طلبوا من حماد انه ياخد التليفون من اسامة زي كل مرة. وبعد ما خدوا منه ادال الشباك، واكتشفوا الخبراء الصهاينة في تل أبيب إن سلك من أسلاك المادة المتفجرة انفصل، فصلحوه ورجعوه لحماد، واللي بدوره رجع التليفون لابن أخته. ويوم الجمعة 5 يناير سنة 1996 والساعة 9 الصبح اتصل عياش بوالده عن طريق التليفون الأرضي في شقة صديقه أسامة علشان يفرحه إن زوجته أنجبت ولد وسماه عبد اللطيف على اسمه. لكن الصهاينة وعن قصد شوشوا على المكالمة علشان والده يتصل بيه على المحمول الخاص بأسامة. وفعلا اتصل والده، ولسه عياش بيقول له دير بالك على حالك يا بوي، وضغطوا الصهاينة على زر التفجير اللي كان في جهاز التحكم في الطيارة الأباتشي أول ما عرفوا صوته، وانفجر التليفون واستشهد البطل يحيى عياش. أسامة صديقه اترعب من اللي حصل، واتصل على وجه السرعة بعض أصحاب يحيى في الجناح العسكري لحركة حماس، وقال لهم كل اللي حصل بالتفصيل لعياش. ووصلوا لبيت أسامة وأخذوا جثمان الشهيد، وتم تشييع الجثمان في جنازة حضرها أكتر من 100,000 فلسطيني من غزة وغيرهم من باقي المدن الفلسطينية. لكن الحركة ردت على اغتيال عياش بعدد من العمليات ضد الصهاينة، كان منها استهدافهم لمطار رامون الصهيوني قرب إيلات بصاروخ أطلقوا عليه اسم عياش 250، ده غير الصواريخ اللي وجهوها لتل أبيب واللي تقدرت بحوالي 100 صاروخ. ابن الشهيد عبد اللطيف أسرته غيرت اسمه ليحيى على اسم والده الراحل. فين بقى حماد من كل ده اللي كان السبب في استشهاد البطل يحيى عياش؟ حماد عرف بخبر اغتيال عياش من الراديو، وكان في موقع من مواقع البنى في يافا اللي بيقوم بتنفيذها. اما هو نفسه فقال انه عرف الخبر بعد ما قابل واحد بيمتلك محطة وقود وهو اللي قال له على الخبر. المهم انه تعرف ان هو اللي كان السبب في اغتياله وتم اعتقاله، واتحكم عليه بالإعدام ومصادرة كل أمواله وممتلكاته. لكن حماد قدر يهرب وسافر لأمريكا وحاول يستقر فيها، لكن بعد فترة خاف ليكون واحد من أعضاء حماس يوصله ويتخلص منه هناك. وفي رواية تانية بتقول إنه بعد ما سمع خبر استشهاد عياش في الراديو كلم بسرعة زوجته، طلب منها إنها تجيله بسرعة، وسافروا الاتنين عند ابنه أيمن اللي كان بيدرس في أمريكا. واختفى حماد فترة في أمريكا ورجعوا بعدها لفلسطين المحتلة يعيشوا فيها، يعني على أمل إنها هتحميهم. لكن فلوسه كانت خلصت، وأمواله وممتلكاته تمت مصادرتها بعد الحكم عليه بالإعدام في فلسطين زي ما قلنا، واللي اتقدرت وقتها ب20 مليون دولار. وطلع حماد في مقابلة تلفزيونية أذاعتها القناة الصهيونية التانية، وحكى للمذيع عن تفاصيل اغتيال يحيى عياش ودوره في العملية،
وما أخفاش فرحه باغتياله، وقال للمذيع في نهاية اللقاء أنه طلب من الصهاينة تعويضه عن أملاكه اللي تمت مصادرتها منه في غزة، لكن محدش سمعه. ده كمان حالته المادية ساءت أكتر، وما بقاش قادر يدفع أجرة الشقة اللي كان ساكن فيها مع زوجته وأولاده، واللي رفضوا إنهم يدوا زوجته الجنسية الصهيونية وخرجوهم من الشقة، ومحدش عارف هو ساكن فين بعدها. وعمل كمان حديث صحفي لجريدة معاريف الصهيونية كمحاولة منه علشان يلفت نظر الرأي العام الصهيوني ليه. قال فيه: أنا قدمت حياتي لدولة الاحتلال وخاطرت بيها علشانهم، وبعد كل ده ألاقي نفسي أنا وعيلتي في الشارع؟ هو ده صح برضو إنه يعملون معايا؟ ما بقاش معايا فلوس أدفع إيجار الشقة ولا أكل أسرتي وعلم ولادي، بيعملوا معايا كده ليه؟ وقال الصحفي اللي أجرى معاه الحوار إن حماد عايش دايما في خوف على حياته، وعشان كده رفض إنه ياخد له صور هو وزوجته. حتى إدارة تأهيل المتعاونين الصهيونية أهانته وما قدمتلوش أي مساعدة. المتعاونين هو اللقب اللي بيطلقوه الصهاينة على جواسيسهم، وبعد اللقاء الصحفي ده ما اتنشرش أي أخبار تانية عن حماد. وهينشروا أخبار تانية عنه ليه؟ ما خلاص انتهت خدماته ليهم، وانضم لإخواته اللي وصلوا لنفس مصيره ده بعد ما انتهت خدماتهم، أمين الحاج ورامي برهوم ورياض كنعان وغيرهم. هما فين دلوقتي؟ والصهاينة قدموا لهم ايه بعد الخدمات الجليلة اللي قدموها لهم؟ ولا حاجة. وده ليه؟ لأنهم ببساطة عملاء انتهت خدماتهم، وياريت يكونوا عبرة لأي واحد يحاول مجرد التفكير انه يشتغل معاهم في سبيل أي حاجة، لأنهم أول ما ياخدوا مصلحتهم منك هيسيبوك. هما دول الصهاينة وهي دي إسرائيل. والحد هنا وانتهت حكاية الجاسوس كمال حماد. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.